إيه هذا 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 أول رسمة وجدت منقوشة على حجر، هذا شاهد قبر وموجود الآن في متحف بغداد. هذه الصورة تعتبر من أندر الصور للملك عبد العزيز على فرسه في مكة. ترى مكة أنا عايش مكة كلها في حلمي، يعني ترجمت كتب عن مكة، شايف دراستي في جغرافية عن مكة، في ماجستير دكتوراه كلها عن مكة. فلذلك مكة يعني تعتبر يعني كل اللي يشوف البيت مكة. مكة بداية الصور، جميع الصور والتركيز عليها بدأت من أيام الدراسة الجامعية، وبعدها لما سافرت إلى أمريكا جت فرصة ممتازة أن أوصل على المكتبات أرشيفات قديمة إيش حصل في أحياء. فلما رجعت بعد فترة جات فترة وجدت قابلت زميلي الدكتور عبد الله شاهوش الله يحفظه، تشاورنا مع بعض وقلنا نبدأ نشتغل. أخذ جهد تجميع جهد كبير يعني بجد، يعني كان في استنطاق للصور، يعني في كثير من الصور اللي شرحناها في الكتاب في الأطلس بس فقط صورة، ما حد عارف فين محلها فين موقعها مين أخذها مين التقطها من أي جهة ملتقطها، فكنا نستنطق الصورة. القفزة والعناية اللي حصلت في فترة الدولة السعودية ما تقارن بكل اللي قبلها، ما يقارن.